عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديش دقيمة هي قايها لو دلهانتي مبالك سواء شوكتان خلقني وتلفشك مضاح بناني بلشتي في حرمتي سقود مقالة دهر جيسا داودي الوحى لسوق قاري عمتي أنو هدر وكلا وروحي دلكي دي بدب نقصو قاري نهو دي كسو باهنو واركنا وحا وديارة ودلا سعسين دو نهدي الله ودلا إدمانيقو عبد الرحمن عبد الله محمد فانتاستيقا قضبة داودي الوراركي نوقود دور كرون نوحا كميدا حسبك معارض كاي سوماليلاند وداني يا حكومة تلد الدلكنا يسوقوا باغين جبيهان باي تشوتشيان ودها دلد اي كل جيران دولد الفدرال كاي سوماليا بخارك كايد كاي شركة قناعسي كاي الحربي مقالد برعي حرمت قوبل كتوغرير يا هبين كي حالي تولو دو قبصدي قارك مدح اللبانة قلها ديگان كاي عاصمة دا مقالد هرقيسة يا شركة رايدي كو قبتين مقالد هرقيسة واحد تاقير وينو موچين كوان كي وسارة داريمها قدها سوماري لاني كسو سارتي موران كي دين عدول كي كتاقنا قول ياش ديگان كي سلح لي مقالة دهر جيسا ماريا شركة دا كوكوكولا اس بي اي ومان تهو الرمي تلفاشي كمضا حبناني بلشتي في اي اوحا وكو الرمي اديكي عصوبة يكسو كرديان شركة داسي رئيس الوسارة دالك عراق نور المالكة يا اوحا وديدين اسكا حسلو تشكد رئيس الوسارة دالكاسي سيلو صولي سو دولد ودا اقاها داود يالكواس وحين قار كمي دو قد بدا ورركي نوغو دور كرون هاتا نكو سو دوادا ورركي وفافاسا مدحونا حتى مرقادة سومالا مدني أحمد محمد محمود سيلان يوحاو دقريتا مدحونا وسمد يدو تايتا مرقادة سومالا مدح طويدة حير مدحوينيه لابا بقول سقال يا فرت لابا كون لح بقول سدحية تماشان تبشة تطبع سندك لابا كون يا فري طبانك وكوما قعابيه قبل كحي سيبه مقالا مدح دي سونا تايتا ليه ورصحابيات كاسو نقول كمي دي سوكا دي تلفيشة كمدح بناني بولشة تيفي كونسي حاعي هيا فيانك قصر كمدح طويدة مدني أحمد سلبان دوحول أيا وحاولكنا سيدان مدحونا تمرية سومالا مدني أحمد محمد محمود سيلاني وحاول تقريتا مدحونا وسومد يدو تاي تمرية سومالا مدح طويدة حير مدحوينيه لو بقول سقال يا فرت لابا كون لح بقول سدحية تماشان تبشة تطبع سند كلابا كون يا فري طبانكا وكم مقعابي قبل كحيسيما مقالا مدح دي سونا تاي تلاح مدحوينو مركوارك قضب كبقول يساقالات فقرات دي ستحاد اي دستور كتمورية دا سومالينا مركوارك قضب كتبناد اي خير كقبلة دا ايو دقموين كوات الماما يوحك بدلي دقاب لسمات كدالكا مركو ديحك اليو عطسية دا كي يميد مدح دقمات يدا وحك قارت كعوليما دا ايو اوضياش ديگان دا مركو دقاي سيسو تشادين توسير كوزارة دارمها قدها marku ku qancay in maamulada loo dhaweeyo shacabiga oo hoos loo daadajiyo wuxuu go'aansaday in uu magacaabo gobolka Xaysimo oo magaalada madax u tahay Taleex oo ka koobnaan doona degmada Sarmaayo degmada Xalin degmada Carole iyo degmada Godallo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu xeer madaxweynaha Soomaaliland dhigtay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdooyada xeer madaxweyne 294/2022 bisha 7 sanadka 2014ka uu ku magacaabay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha cilmiga baarista iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland war saxaafadkaasina wuxuu dhignaa sidan madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9-aad fiqradiisa 2aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tixgeliyay ahmiyadda weyn ee wasaaraduhu u leeyihiin dalka iyo dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta tagada wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha cilmi baarista iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland markuu ka fiirsaday kartidiisa iyo hufnaantiisa shaqo markuu ku qancay in uu hanan karo xilkan loo magacaabay wuxuu go'aansaday in mudane Cali Xaamud Jibriil laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha cilmi baarista iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaany waxa uu degreeyay madaxweynaha Soomaadeedu tahay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxtooyada xeer madaxweyne 294/2019 uu ku magacaabay aasaasida ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland war saxaafadkaasina wuxuu dhignaa sidan madaxweynuhu markuu arkay qodobka 67-aad ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 sanadka 2007 markuu arkay khatarta baaxadda leh ee uu dalka iyo dadka ku haya dabku markuu arkay in ay daruur tahay in la helo cid mas'uuliyadda si gaar ah uga saaran tahay la dagaalanka dabka markuu garwaaqsaday in loo baahan yahay cid isku xidha dadaalada loogu jiro la tacaalida dabka markuu hubsaday in qaranku u baahan yahay
عد سجار أه وجوحل سارن للدجالن كذبك كتلا بحنت إيه إسدوود ده ولا هلا حريرة للدجالن كي يقهرده كذبك مركو سحل دير ولا تشدد دوينها يلا مه الدولة ذي خصيصه وحصو سارق قذبك كوان أساس كذب دمسك وحال كان لقوا أساس عيدا كذب دمسك قرن كأوله قفني مك qanuuneed aruntii sunnada ay caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland la mana ka furan karo gobolada dalka kaas oo hoos imanaya ciidanka booliska oo ku leh awoodaha kala ah koow helida warbixinta shaqada maaliyadda qiimeynta la socodka siyaasadda halbeegyada iyo tilmaamaha guud ee xukuumadda baabi'inta ku xad gudubka maamulka iyo awoodaha iyo u gudbinta xukuumadda dhexe oo darasada miisaaniyadda laba awoodaha kala horumarinta qorshayaasha oo mudnaanta lagu kala siinayo qorshayaasha qodobka labaad ujeedada dabdamiska waa in uu ka badbaadiyo bulshada khatarta dabka qodobka saddexaad xilka iyo waajibaadka ciidanku waa koow dejinta qorshayaal iyo cilmi baarisaha lagama maarmaanka u ah horumarinta ujeedooyinka iyo hababka ka hortaga iyo xakamaynta dabka iyadoo loo eegayo horumarka xagga warshadaha iyo dhismaha laba si degdeg ah uga jawaabida marka ay dhacaan shilalka dabku si loo yareeyo khasaarahooda xagga nafta iyo maalkaba iyadoo lala xiriirinayo hay'adaha kale ee ay khusayso saddex fulinta iyo dabagalka qorshayaasha iyo hababka gaarka u ah hawlaha dabdamiska iyo badbaadinta dadka iyo hantida afar fulinta iyo dabagalka qorshayaasha iyo hababka gaarka u ah hawlaha dabdamiska iyo badbaadinta shan fidinta wacyigelinta ka hortagga khataraha dabka iyo shilalka iyada oo loo marayo warbaahinta si loo xoojiyo ujeedooyinka ka hortagga dabka lix dejinta rakibaadda iyo dayactirka hab tilmaama marka dab kaco iyo qalab lagu damiyo dabka todoba diyaargaraynta iyo fulinta tallaabo kasta oo kale oo looga gol leeyahay xaqiijinta ka hortagga dabka iyo suulinta dhibaatadiisa qodobka afraad awoodaha dabdamiska koow in ay galaan goobaha dabku ka kaxayo iyaga oo dhowraya xurmada hooyga laba in ay la wareegaan hantida guurtada ah ee lagama maarmaanka u noqota xakamaynta dabka saddex ka saaridda dadka ku xeeran goobta goobaha dabku ka kaco afar hagidda howlaha gurmadka iyo badbaadinta ee lagula tacaalaya dabka qodobka shanaad qaab dhismeedka ciidanka dabdamiska waxaa loo raacayaa habka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka lixaad xilka iyo waajibaadka ciidanka dabdamiska waa koow hogaaminta ciidanka iyo howlaha gurmadka dabdamiska laba dejinta iyo horumarinta halbeegyada lagama maarmaanka u ah ka hortagga iyo la dagaalanka dabdamiska saddex dejinta qorshayaal lagu kobcinayo isla markaana kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadaha lagula dagaalamayo dabka afar u gudbinta hay'adaha ay khusayso warbixinno iyo talooyin la xidhiidha khatarta dabka ee dadka soo food saari karta shan diyaargaraynta miisaaniyadda ciidanka dabdamiska iyo u gudbinta hay'adaha ay khusayso qodobka toddobaad xilka iyo waajibaadka taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska waa koow ka gacansiinta taliyaha ciidanka dabdamiska gudashada xilkiisa laba hogaaminta waaxda ama waxaa uu u xil saaro hogaamintooda saddex qabashada xilkiisa marka uu maqan yahay ama uu sabab kale u gudan kari waayo xilkiisa qodobka siddeedaad hogaaminta ciidanka qaybaha ay ka kooban tahay hogaamada ciidanka xilka iyo waajibaadkooda waxaa qeexaya taliyaha ciidanka booliska qodobka sagaalaad magacaabista taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska waxaa soo magacaabaya taliyaha ciidanka booliska marka uu la tashado wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha war-saxaafadeedkaasina waxaa ku soconaa fayeenka qasriga madaxtooyada Soomaaliland mudane axmed salabaan dhuxul xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda talada dalkan haysa ugu baaqay inay gebi ahaanba ay joojiyaan wadahadallada ay kula jiraan dowladda federaalk ee soomaaliya xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa xukuumadda talada dalkan ayse ku eedeeyay inay ku feelgarowday arrimaha wadahadallada somaliland iyo soomaaliya iyo maamulka hawada ee somaliland xogyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdilaahi warcade oo maanta qaar ka mida warfidyeenada kula hadlaya xarunta xisbigaasi ayaa xukuumadda somaliland ugu baaqay inay gebi ahaanba ay ka baxdo wadahadallada ay kula jirta dowladda federaalk ee soomaaliya waxyaabaha dadka loo sheegaya wax macquulaba maaha runtii way ku feelgarooday dowladda somaliland
أيضا يود هذا الكسومالي كل شرطه كم تايد دولست هود وحاصر لما وح كتشران معها وحنا تيجى سومالان وقصص صدر معها وحمضة سومالان ورمر قرصينين معها ورهو هذا المود يسون ومضة لورد جيو وحلو حرمرو الكسميني ميتشرها ما يراده وحنا نقبنا رتي لسكتشو تيو مدام عن وده هذا الكسول قلعانو وحاجة سومالي كسحوني أنا عن سوء شيء إن سومالي أنا كبحضه وده هذا الكاس إذا أنا وسكب على بعض وده هذا الكي وحنا تشوله يعني مش ومن القرن ماذا ما كيكب حيسي تولد سومالي وحبي كسر حذي لنا بيبص حذي وحنا وسع حي ليه وسيره وسيره في سومالي كم ذا معناتها أي عشان أود لو رجلا هولا وايو وحي نقدين دولت عالمك واعتراف سيني هاي حبع هذا من تبرترا وعن أود فلين هاي ركع هاي ستان وكوبين هاي لكن في سيه إن دولت كم يلقاني ماذا يكبح ذو وحاوح كسي هاي ليح بسيره وسيره ذرير سمعنا كمي لنا حكى لنا محمد راقي حقيقة رماء سياسة حسب معارض كاي ودانيا يا وحو شاقين سفر ودوان وكوتا مقالة عريقة بيا حرونتا قبل كسناقة اي دادك ديقان كاسي سوين وقع بانيا اسبتال كي قاحد مقالة عريقة بو ساقو فريستاي عرقا وبركا تاقي دادكو حي شاقين ان اد لو قولي باتيسي هاي اسبتال كي قاحدة واي جوغان داد ادي اد قولي باتيسان وانا هايسان وطريون كي راشيكي نسيبنا قدرت كمان أتقني وحنا سنروح دبعت ذا يكون سوين وح كلا قبته راشين نلدونا مقالة قدام بعير السعودي اللي بعنا ذا السعودي ديجان كعير السعودي وحال أي شيء جاي أنا قلت له معنتي بس كسر نقضي إن أي إذا ما ذي بعدي جو بيجينه أي مقالة عرقة وكده كي يدونين عرفين كسر دونين أرجع سأرن دورن دي ما ذا عيب قوية بس بتعال الصواب وغدان واحد دبعته وجينيو ما قرنيو waxaan leeyahay dawladdu ha ka waantoodo isku dayga ay isku dayayso inay is adeysato ciidanka qaranka Soomaaliya ee noo dhaxaya iyadoo goor tagaysa in umada dhalinyarada la soo saaro hadalkan ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadan ee xukuumadda ugu baaqay inay joojiso wada hadaladii ay la lahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markay warbaahinta ilaa maalintii shalay toolay ay qorayeen in xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya hubiye gaadiid ugu deeqday maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland bakhaarka keydka shirkadda ganacsiga ee Xarbi ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay toola uu dab qabsaday iyadoona dawladda hoose magaalada Burco ay ku guuldareysatay daminta dabkaasi dhinaca kalena maamulaha shirkadda ganacsiga Al-Harbi ayaa waxa uu sheegay in hanti gaaraysa $500,000 ay halkaas ay ku baabaday wariyahayga Sakariya Xasan habeenkii xalay ahaa uu dab xoogan ka garxay qaar ka mid ah bakhaarada waaweyn ee shirkadda Al-Harbi ee magaalada Burco dabkan ayaa garxay baaris 8 diyaarinimo xalay waxana sida la sheegay uu dabkan ka kacay shoor ka dhashay xarkaha leerka dabkan ayaa geystay khasaare hantiyeed oo aad u badan walaan ay jirin wax dhimasho marka laga reebo laba qof oo dhaawacyo fudud ka soo gaareen iyadoo haddaba baqtiinta dabkan ay u soo gurmay maamulka gobolka ciidamada Bileyska maamulka iyo shaqaalaha madaarka madaarka Burco iyo dadweynaha oo tiro badan ayatan iyo abeenimadii xalay waxa lagu gudajiray baqtiinta dabkan ee gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa gacan weyn ka geystay baqtiinta dabkan isagoo hawlgeliyay dhammaan hay'adaha hoos yimaada ee dawladda dhanka kale maran wax ka weydiinay maamulaha shirkadda Al-Harbi ee gobolka Togdheer Cali Cabdullaahi Cilmi ayaa waxa uu nooga warbixiyay sida uu dabku u qarxay iyo khasaaraha uu geystay aniga waxaan lahayn shirkadda waxaan lahayn maamulaheedii shirkaddana aniga ku dhalaalay soo shaqeynayay وده يعني شكل دبوي نوع من الحياة دي شغالة هاي بيشا وشغية حربي وان هاي مركز مجلس كايا هنا كان الجزء بتري أو ما مولع صوب الله كيني حتى أنا دي وحوي ما أنت ماشي وديك دبنا نقولي هاي وحوي يه بخار كه كاس كويا ليش كده لأن هاي وين هاوس كه وحوي يه بخار بخار دبوي نمحي هذا ستور دبوي كايدا ستور كاس ستور ستور دبوي على بعد على صدق كم أو كرتون بعد على لون أو بس وجهته. ده بعد حالة تا حلقة الشهر ده بدي سي أي يدوين كيستور كهيج جوجو أي تبقى نشك بشي تبقى صح غير إله هو بعد وقع تبقى تبقى نوف مركب وف وف في ضيء إيه كون هو أي يحس تبقى مستون سوق على تون تجي تا
تبوفدي وحوا كراتون وحيالي أنا يالي وحيالي شراب يالي وحيالي كراتون نوع البلبات يالي تبقي كراتون بقصدي مركا وحنا قد دبي هاي وحوا هي وحنا كرتون يجين دي أقول نقول هاي حي توي أودي وحنا قطين بحي أي في ذا قرأت وقول دبا لوايا ده هوا كل دبوس أبسط عنك بعد بشي ليمي هذا هو قرب تكوفة بعد مركا تبتوس كبايمي وبيودي برد بايمي دورو تباتي برسا كبايمي ولا دي كان دي جاي كاياتي شغل كبايمي شغل شركة داوي وديمي عملتي كبايتي مركا هاوش هالك هاو حركة جاي بليس كي وهم بليس كي بليس كي مجاد يمي هالك هاو دو حركة قرب بحجر حركة جاي هالك هاو بيدو هاوش بلابي تبى هاوش هالك هاو قرب بحجر حركة بلابي تبى في نظر وح كاو تبى نظر وح يوجر وحنا عضي إن إلا هبين كي قلت تستعوني أنت بيو تستعوني أنت تدخل بختينا يا بات يا بيو يا بعنو حرب ولا سورة تجي تبكي سيدو بوه لا تجي واجب بري سيلو حنا نفس الشيء دواجب بري مركا حوية ماشى واحد جالس عليه ما شفته وح ماشى يا اللي وشوف بيران عرب نقي أسي إلا هم مليار دولار ويا رست الضباط والطولات إلا هم مليار دولار فعلاقة سكوية سنين ستوك أو كتوم بها استوك هو وين هاوس كبوها هو أنا بخارة بقربان برحو يوها وين هاوس كبوها مركا ميشا واحد لقى ساري مجد لا قرادة الله يبقى يدو نواهي منين قرادة شي كده الله يبقى نواهي منين إلا كينا وحو لي يقول لنا بشتبع كان الشي مروح اللي هو موبي أي بلا ليه يهي تبكو تشلا باقر حي مروح اللي يهي تشبع دوشا كسوات إلا عي مركا شي كده عدي مور قرين والله مورو نمتبع كد اللاعي ان حقنا كد اللاعي عيد الشكلي بور جرينين ان قبل تكون بس كد جاي واحد نقول سو الرجال تريها بريس كان قايب تريها بريس كاس حياة توي حياة توي صليك الحال هي برصة هي لما نقول ديجان كأول نقول سو الرجال نوف إذا نقدر نقول خدر نقول سو الرجال بريس روف ربطنا حكم النقل أو غير مويعين تدل حكم النقل لكن حوالا انت على قدام حياته ما انت كتي ما انت الهي دي قدرت كنت قلت له لين هاي تي وحي اي كلام كده لقى عاون كرتو حتى عشان داف نقطه يا حتى نقطه وحي دي كلام كده لقى عاون كرتو لو الدوله دي تي وحي اثر الى دي لقى عاون سي كستبا حتى الدوله دو سي دغمد برو اي ايدو كا غابساي بختين دبكن marka laga reebo laba xilibaan oo si qaas ah isu xil qaamay isla markaana ka qayb qaadanayay bختين dabkan sakariye sheekh maxamed abdi sakariye jeelani telefishka kamad habnaane bulsha tv burco maareeyaha shirkadda coca-cola sbi ayaa maanta wareysi khaas ah u siiyay telefishka kamad habnaane bulsha tv ayaa waxa uu ka warramay adeegyo cusub oo shirkadaasi lagu soo kordhiyay sidoo faafaynta warkaasi uu noogu hayo wariyahaaga cumar oo xali cismaan maamulaha guud ee warshada SBI Mustafa Cismaan Geeli ayaa ka warbixiyay adeegyo cusub oo ay ku soo kordhiyeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Mustafa Cismaan Geeli, maamulaha guud ee warshada SBI oo maanta la hadlayay telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV isagoo waqtigaasi ku sugan xafiiskiisa ayaa sheegay in warshada SBI laga hirgeliyay dalka Soomaaliland 2012 iyadoo muwaadiniin u dhalatay dalka Soomaaliland ay maal gashadeen warshada SBI isla markaana warshadaasi ay tahay warshad soo saarta Coca-Cola iyo waliba sharaabyada noocyadiisa kala duwan maamulaha guud ee warshada SBI Mustafa Cismaan Geeli ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa sidan Allahu Rahman Rahim bisha Ramadaan waxaan ugu talagalay in wabil barakeysan oo khayrkan la badiyo faral tahay marka caagad walo la iibsado konton shilin oo Soomaaliland ah ayaan anagu iska jarayna oo aan doonayno in agooma Soomaaliland iyo Puntland ba aan ugu caawino marka ciidu soo dhawaato marka mar walo insha Allah iibka iyo cabitaanka sharaab ku bato waxa sii badanaya uun lacagtan agooma loo ururinayo hadii ilaahay yiraahdo barnaamijkaasi waa barnaamij Ramadaan la bilaabmay socon doonana bisha barakeysan ee Ramadaan agoomana dee saadu la socotid waxa weeye waa dad ay waajib tahay in la caawiyo bisha barakeysan insha Allah taa waa lagu talagalay waxaa kaloo jirta bishan Ramadaan dee sanadkuun baa la kulmay iyo bilahun baa la kulmay watan kubadda socoto koobka adduunka
هل كداود الولي النقلة صوتنا وتلفيش كما دحبنان إبرشتي في حرونة سجود مجلة هرجيسة والركلة داود يالندي هنا نوح كمدا قار كمدا حل بنا ذقلا هدجان كعاصمة هرجيسة يا من تشتر هذا كوكب تن حرونة الدولة دخوس وحكوت سجران قوان كيسو سرتي وزارة الرما جودها سومالا يجو أم هذا علي وزير كوزارة الرما جودها وحين حلبان نظن يشتغن إن أي أقبلين قوان كاسيس لمر كان يهوغان سميان وحكستو شرعيق وافق سن يكو قلها ديگان كدقمدة سلاح لنوغو باقي إن أي شرعيق اوهوغان سمان وحين إلا هذين تذكنا وحا رمتي لو شيغا يي إن للاها ون دقمدة هرقيسة آيا دقمدي سلاح لي لوكي دي تكتا ياما دقمدي بلقود لوكي دي تكتا تدوينو ما انتبا حقيق دي واتاسو بحضي أرميها قدها مدو يغو كوهولنا وحا لو حل ساري قد يكا كوهوان شان حمناد اللو بارساب كتران وصير كحيقاي كتران يحبنا خبراء اي كتران رونتي قوان كي اي سو قارين وهذا قوان حير كا تونتريغا كوساليسان ووافقسان او تلماما يا حير كي تونتريغا او به سو بهين انغو وانو كو قنعني هدان انغو هدا دغمده اما عاصمته هويه انمدان يغو مال مال ما كميدو انو تغني انيغيو خيلبارخ سياد قوله سحل سلاله سخبن سخبني تي وها هادلود كميدها غو خابن انغو كو قدينا عقبت وانا سيدرو رنتي ارنتو وها وي ان بدن بيسو نو نكونيس kamaan hadal imi ka hor anagu arintaas inta badan waxaan ugu hadlaynin arintaas sharciyadeed ila sharciigu uu wax kala oranayo inaannu ka hadalno waanu diidno sharciyadu waxa kala tirahadaan lahayn dadku waxay u haysteen hadalkii ay ka hadlaysay qoladaas inaan ugu tagnayba salaxnabay moodiin dadku laakiin waxaan u cadeynaynaa dadka inaan salaxlay ugu tagin hargeysa inaan noogu imaanaga xilibanada kamida golaha deegaanka caasimada hargeysa ayaa waxay sidoo kale si isku mid ah ay eedeema ugu soo jeediyeen وزير الدولة وزارة مدحتو يدى سومالان محمد موسى عباس وعيشيغين إن أسي هورينا يخلاف كاللبادة قراء إياكو كالدين وحي الهدين سيدا محمد موسى عباس وقراء وعادان كفله صاحبنا عنوني وصير قرن أول نقضي منك وصير حافظات أما وصير قبيل سيدا هو موضوع أما سيدا وحي يخصي هاي ودالين هاي يساق وشارحي قرن هاي هذا هو حالي سعاد وزير ku koobno shaqadaada taa waxa sii dheer nimanka wasiirada sida wasiirka maxamed muusa abaa soo kale oo si qawan uga hadlay arintooda meel uu ka fargelinayo daawadeeshada qiimaha iyo qayaha loo dilhaanti ba meel kasto aad joogtaan intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka dibadda naga soo gaaray waa habeenkan caawad ka daawaneysan shaashada telefishinka madaxa banaane bursha tv xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa daawad yar warka wixii la socodsiinaya aniga cabdiraxmaan fantastiga ani ya xiyaartay kale igala qayb qaatay tabintii soo diyaarintii dhamaantii waxa dikaga tageyna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh